مجدد الصباح لكم مشاهدينا، وسوا رح نبدا باولى فقراتنا الحواريه لهيدا اليوم اللي حنحكي فيها عن معهد اعداد المدرسين اللي كان ولا زال طموح لكثير من الطلبه لانهوا طبعا الشهاده الثانويه. لحتى نحكي اكثر عن هيدا المعهد باقسامه واختصاصاته واليه ايضا التسجيل والقبول ضمن المعهد، معنا بالاستديو الاستاذ محمد صقور مدير معهد اعداد المدرسين باللاذقيه. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لكم للساده المشاهدين. أهلا صباحك. أهلا وسهلا. بداية إذا بدنا نتعرف على المعهد وآفاق تطويره. طبعا المعهد هو موجود منذ سنوات طويلة تحت مسمى الصف الخاص، لكن في سياسة توسع وزارة التربية طبعا منطلقة من احتياجات الميدان التربوي لإحداث معهد إعداد المدرسين نتيجة يعني النقص الحاصل في بعض المدارس وخصوصا في الأرياف البعيدة في الريف النائي. تم تحديد الطاقة الاستيعابية من قلب الاحتياج لكل اختصاص، فأعلنت وزارة التربية عن إحداث معاهد الرياضيات، العلوم، الإنجليزي والفرنسي طبعا بالتزام يعني ملتزمة وزارة التربية بتعيين الخريج بعد أن ينهي دراسته في المعهد لمدة سنتين يعين بشكل مباشر في المنطقة الإدارية للمحافظة وفق احتياج كل اختصاص. تمام. هلا اكيد في شروط يعني لدخول المعهد، كنا عم نحكي تحت الهواء انه هو لطلاب الادبي والعلمي، انما في شروط معينه لازم تتوفر عند الطالب، خلينا نوضح اكثر هيدي الشروط. قبل ما ندخل بآليه الشروط والقبول، لابد ان انوه ان وزاره التربيه اعلنت عن اجراء مفاضله لقبول اعداد مدرسين بالاختصاصات التي اسلفنا عنها. هذه الشروط منها أولا يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العلمي أو الأدبي حتى الشرعية في عام 2023، هيدي السنة يعني هيدي السنة تحديدا. إضافة أن يكون من مواليد عام 2000 فما فوق، وألا يتجاوز العمر عن 23 سنة. طبعا هناك جملة شروط ومعايير أيضا، أن يحقق الطالب ما نسبة 50% من الحد الأعظم للمجموع العام بعد طي مادة التربية الإسلامية وإحدى اللغتين، بالإضافة أن يحقق الطالب نسبة 60% من مادة الاختصاص من الحد الأعظم لمادة الاختصاص. ويجب أن أنوه على قضية مادة العلوم الطبيعية بالذات، يجب أن يحقق أيضا الطالب 60% من مجموع مواد العلوم العامة الفيزياء والكيمياء، بمعنى أن يحقق الطالب 540 درجة من أصل 900 درجة ليكون يحق له التقدم إلى شروط قبول المسابقة. هلأ هذا بالنسبة للطلاب العلمي، كونه عم تذكر أنت فيزياء طبعًا وعلوم. طبعًا. بالنسبة للطلاب الأدبي. الأدبي يجب أن يحقق ما نسبته 60% من مادة الاختصاص حصراً الإنجليزي أو الفرنسي. بعد طي أي طالب حاصل على الشهادة الثانوية الأدبي طبعاً وفق الشروط لازم أن يتم طي إحدى اللغتين. فهون يعني هناك حريه للطالب في الاختيار طبعا وفق العلامه الاعلى او الادنى. الطالب الذي يرغب في طي ماده وليكن اللغه الانجليزيه يفاضل على ماده اللغه الفرنسيه، ويجب ان يحقق ما نسبه 60% من ماده الاختصاص. يعني بشوف هون انه العلم يمكن خياراته اكثر عن تماما يعني ماده بهذا المعهد. تماما. الحاصل على شهاده البكالوريا العلميه يحق له التفاضل على مادتين من اصل اربع، على اختصاصين عفوا من اصل اربع اختصاصات اللي ذكرناهم اللي هن الرياضيات، العلوم، الانجليزي والفرنسي. بينما طالب البكالوريا الادبي عندما يتم طي احدى اللغتين لابد ان يبقى على اختصاص واحد، اما اختصاص انجليزي واحد او فرنسي. تمام. آلية تسجيل استاذ كيف عم بتكون؟ طبعا بعد صدور القرار الوزاري استنفرت مديرية التربية في محافظة اللاذقية وهيئت الكوادر الإدارية والفنية لهذا الموضوع، وتم تشكيل لجان تسجيل باختصاصات مختلفة من الكادر الإداري والمهني المتميز في المعهد، إضافة للجان التدقيق. وأيضا بأحد الشروط الوزارية كان هناك لجنة تسمى لجنة المقابلة الشخصية. طبعا لجنة المقابلة الشخصية هي برئاسة السيد مدير التربية وعضوية السيد المدير المساعد للتعليم الأساسي، السيد رئيس دائرة الإعداد والتأهيل التربوي، وسلة من الموجهين الاختصاصيين وفق اختصاص كل مادة، بمعنى أن يكون هناك موجود ضمن هذه اللجنة موجه لمادة الرياضيات، موجه لمادة العلوم، موجه لمادة الفيزياء والكيمياء، موجه للغة الإنجليزية،
وموجه للغة الفرنسية. والحقيقة مشكورة مديرية التربية، تم اختيار نخبة الموجهين الاختصاصيين في المديرية بما يسمون المنسق المادي. قوام عمل هذه اللجنة هو عبارة عن دراسة الحالة العامة للشخصية، بمعنى البحث عن سلامة النطق، سلامة النظر، سلامة السمع، القضايا الشكلية أو المورفولوجية للمتقدم، هل يعاني من إعاقات مختلفة قد تكون بسيطة متوسطة الشدة أو شديدة. والحمد لله يعني العدد الطلب الذين تقدموا للمعهد لم نلحظ وجود أي إعاقة كانت شكلية أم عفوا حركية أم عقلية أم إلى ما هنالك. طبعا اللجنة تحدد هذا المتقدم هل هو لائق للعملية التعليمية، لأنه بالنتيجة نحن هيدا الطالب رح يتخرج بعد سنتين من عنا ورح يتعين في المدارس، فهذا الطالب هيدا هل هو لائق لكي يكون مدرس في مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، هل هو لائق أم غير لائق، هي بالنسبة لدور اللجنة الفنية. طبعا بعد إجراء المقابلة باللجنة الفنية تتم يعني تدقيق مثل ما حكينا من شوي مع توقيع رئيس المركز. وأحد الشروط المهمة جدا للتسجيل يتقدم الطالب بتعهد. هذا التعهد المقصود به ما دام المعاهد ملتزمة، إذا يجب أن تقدم أنت تعهد أن تلتزم بالتعيين في المنطقة الإدارية في المحافظة التي ستعين بها لمدة 5 سنوات، مع ملاحظة لا يحق للمتخرج أن يتقدم المعين عفوا في المناطق الإدارية أن يتقدم في أي طلب نقل أو إعارة أو ندب أو إلى ما هنالك لمدة التزام لمدة 5 سنوات في المنطقة الإدارية التي يعين بها. وطبعا هذا كله ضمن سياسة توطين التعليم في المحافظة سواء بالقطر ككل يعني، هو أنا أراه مشروع تربوي ونهضوي رائع قامت به وزارة التربية لسد وملء الشواغر الموجودة في مدارسنا في الريف البعيد، في المناطق النائية، في مدارس التعليم الأساسي، لأنه خريج هذه المعاهد حصرا يعين في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية ضمن المحافظة هون. تمام. كمان هذا من ضمن الشروط، من أهم الشروط للتعيين أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، يعني طبعا يقدم هوية الشخصية، صورة على الهوية الشخصية، أحيانا قيد النفوس، الشهادة إن كانت من محافظة أخرى لم نقف عندها كثيرا، يعني تم تيسير أمور بهذا الخصوص. وأغلب المتقدمين عندنا في المحافظة هني من أبناء المحافظة، هي مثل ما تفضلنا وحكينا من شوية سياسة توطين للتعليم يعني. تماما. طيب هلأ الإقبال هون يمكن فاتن لازم نحن كمان نعرف أكثر كيف كان الإقبال لهيدا المعهد، يعني عم نلاقي يمكن هو فرصة مثل ما ذكرت لكثير من الطلاب بعد الشهادة الثانوية لحتى أنه يدرسوا وبالتالي يكون العمل يعني موجود وجاهز. طبعا وزارة التربية مثل ما حكينا هي بدأ التسجيل من 17/9 لغاية 28/9، والحقيقة كان الإقبال يعني جيد جدا، يعني نحن بلغ عدد المتقدمين لكافة الاختصاصات عندنا في محافظة اللاذقية 928 متقدم. حتى ضمن فترة التسجيل كان هناك عطلة رسمية في الدولة، نحن كنا مستمرين في مراكز التسجيل في المحافظة، والإقبال جيد جدا كما أسلفت. يتم اختيار طبعا المتقدمين وفق مفاضلة تقوم بها وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للتعليم التقني طبعا بالتنسيق والتآزر مع وزارة التربية. هذه المفاضلة العامة طبعا يتم المعيار الحقيقي هو العلامة، يعني من العلامة الأعلى إلى العلامة الأدنى وفق الاحتياج التي حددته مديرية التربية ووفق الطاقة الاستيعابية لمعاهدنا. طبعا تصدر بعد صدور نتائج المفاضلة العامة في الجامعات بالتنسيق مع وزارة التربية يتم صدور نتائج مفاضلة المعاهد، وكل من تسنى له القبول هناك آليات معينة تحب ولا بنحكي فيها كمان. تمام. هلا هون في بالمعهد آلية التعليم العام والموازي أو فقط مفاضلة واحدة؟ هي اللي بدي أحكي فيه. نحن بعد صدور نتائج المفاضلة العام
رح نوه على فكرة كتير مهمة، لأنه يعني كتير عم تعترضنا بصراحة. يحق لكل طالب حاصل على الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي أن يتقدم إلى المفاضلة العامة لمعهد إعداد المدرسين، وبالذات الوقت يحق له التقدم إن رغب بالمفاضلة العامة في الجامعة. طبعا لا تتضارب تقديمه في معهد إعداد المدرسين مع تقديمه في الجامعات، لكن يجب أن نلاحظ ونراعي قضية مهمة جدا، ونحن وردتنا تساؤلات كثيرة في هذا الخصوص. كل طالب تقدم بالمفاضلة العامة في الجامعة حصرا سيكون لهم هناك مقعد دراسي في الجامعة، وبالذات الوقت تم قبوله لدينا في معهد إعداد المدرسين باختصاص ما، ورغب هذا الطالب بالتسجيل في معاهدنا ومتابعة دراسته في معهد إعداد المدرسين، هنا يأتي إلى المعهد ويسجل بصفة موازي وليس بصفة عام. طبعا هنا هناك حصص موزعة بالتساوي ما بين هناك حصة للتعليم الموازي، حصة للتعليم العام، وحصة أيضا لذوي الشهداء طبعا منوطة في التنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. وفكرة كتير مهمة، يعني من تم قبوله في معاهد إعداد المدرسين لا يحق له التسجيل بذات الوقت في الجامعة، يعني بمعنى لا يحق له دراسة اختصاصين في مكانين مختلفين. يعني على فرض أنا عندي طالب عم يدرس علوم طبيعية في المعهد، لا يحق له بذات الوقت أن يدرس وليكن هندسي في الجامعة. تمام، هي فكرة كتير مهمة، لأنه بطبيعة الحال الطالب سيتقدم بالوسيقة الأصلية إلى إحدى الجهتين، وله حرية الاختيار. إن أراد أن يكمل دراسته في الجامعة هو حر، أن يكمل دراسته في المعهد بعد القبول هو حر. يتم استيفاء أو قبول منه المصدقة الأصلية أو الأساسية أو الرئيسية، فهنا لا يستطيع أن يكمل دراسته في مكان آخر إلا بعد أن يتم يكون قد تخرج من معهد إعداد المدرسين، قد يكون هناك لديه فرصة لإكمال تعليمه العالي في التعليم المفتوح أو التعليم الافتراضي. تمام، يعني كتير منيح أنه توضيح هذه النقاط بالنسبة للطلاب. نحكي أكثر للمدرسين بالمعهد، يعني كيفية إعداد المدرسين ضمن المعهد، تخبرنا أكثر. طبعا مديري وزارة التربية بشكل عام ومديرية التربية اللاذقية بشكل خاص تعمل جاهدة على طبعا خضوع كافة الزملاء المدرسين بكافة الاختصاصات، سواء كانوا مدرسين مساعدين أم مدرسي اختصاص، لدورات يعني تطويرية في المنهج التربوي الحديث. يتم اختيار المدرب الذي سيقوم بالتدريب في معهد إعداد المدرسين بالاختصاصات المختلفة من خيرة ونخبة مدرسي المحافظة، طبعا من خلال لجنة في مديرية التربية تقوم بإعلان من يرغب التدريس في معهد إعداد المدرسين. يتقدم عدد مفترض من المدرسين ويجرى لهم شبه اختبار تقني طبعا برئاسة السيد مدير التربية، السيد معاون مدير التربية والزملاء رؤساء الدوائر المختصين، ويتم اختيار أفضل المدرسين الموجودين في الاختصاص مع مراعاة الرغبة. هي آلية الاختيار بالنسبة لقبول المدرسين. تمام، الخريج من المعهد نعرف دائما بالمعاهد إذا طلع الشخص بالمرتبة الأولى أو حصل على الدرجة الأولى ممكن يلتحق بالجامعة ويكفي نفس الاختصاص، هل موجودة هذه الآلية؟ شو مصير الطلاب الأوائل والمتفوقين؟ سؤال كثير مهم. طبعا نحن فاتني أن أعرج أن معهد إعداد المدرسين هو قائم منذ زمن، ولكن كان قائم باختصاصين، هو معهد التربية الموسيقية، المعهد العالي للتعليم التقني الموسيقي، ومعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية. هذين المعهدين قائمين في الميدان، ووفق اللائحة الداخلية الناظمة لعمل المعاهد الخاضعة طبعا للمجلس الأعلى للتعليم التقني، الخريجين الأوائل في هذين المعهدين يتم لهم يعني يعطونا فرصتين. فرصة الأولى إكمال التعليم في كلية الموسيقى مثلا في حمص حصرا خريج الموسيقى، والتعيين في المؤسسات التعليمية، يعني ما نسبة 5% الخريج ما نسبة 5% من معهد التربية الموسيقية
و 5% من خريج معهد التربية الفنية الأوائل نحن نصت فيهم، قد يكون 5% نسبة تكون من 1 إلى 3 أشخاص إلى 4 أشخاص حسب عدد الخريجين يحق لهم التعيين في المؤسسات التعليمية. أما فيما يتعلق بإعداد المدرسين الاختصاصات الأخرى التي تم استحداثها اللي هي رياضيات، علوم، إنجليزي، فرنسي، حقيقة نرجو وهي دراسة قائمة أنه ما مصير هؤلاء الخريجين الأوائل، هل سيحصلون على مكافآت، هل سيحصلون على فرصة إكمال التعليم العالي؟ إن شاء الله هذا الموضوع قيد الدراسة والتنسيق ما بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية، حتى الآن لم تردنا أي معلومات بهذا الخصوص. هذا فينا نعتبر من ضمن آفاق تطوير المعهد أكثر، ممكن يكون يعني هلأ ذكرت أنه ممكن هو فرص الخريجي أو فرص الحاصلين على الشهادة الثانوية العلمي أنه أكثر من فرص الأدبي، ممكن يكون في أيضا يعني مواد تضاف أكثر، يمكن يصير في فرص أكثر لخريجي لحاملي الشهادة الأدبية البكالوريا. هو نحن ما بنحسن نقول إنه الخريج أو الحاصل على الشهادة البكالوريا العلمي هو عم يحصل على امتيازات أكثر من خريج الأدبي، لكن بحكم الاختصاص، بحكم الاختصاص خريج الحاصل على البكالوريا العلمي بالشروط الوزارية حق له التقدم مثل ما أسلفنا الاختصاصين مثل الأربعة، الأدبي اختصاص واحد. يعني بحكم الاختصاص شوي يعني محصور في 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 زاوية معينة، لكن الامتيازات التي يحصل عليها خريج بعد إعداد المدرسين سواء كان خريج إنجليزي أو خريج علوم طبيعية أو رياضيات هي ذات الامتيازات التي تعطى للاختصاصين في آلية التعيين وفي آلية المكافآت وفي آلية إكمال الدراسات التعليم العالي في المستقبل. تمام. كلمة أخيرة بتحب توجهها، يمكن ما وردت بالأسئلة، أشياء ممكن تكون مهمة نوجهها للطلاب. نعم، عم تردنا تساؤلات كثيرة وكثير مهم هذا السؤال، يعني ما هي آلية تغيير القيد والتحويل المتماثل من الجامعات أو المعاهد إلى معهد إعداد المدرسين؟ حابب ضوي على الزاوية، هناك قد يكون طالب يكمل دراسته في التعليم العالي في الجامعة مثلا وليكن هندسي مدني على سبيل المثال، هو بالسنة الأولى أو بالسنة الثانية وله الرغبة أن يعود إلى معهد إعداد المدرسين. يجب أن ننوه هنا إلى أن كل طالب يريد أن يغير قيده أو نقوم بالتحويل المتماثل إلى معهد إعداد المدرسين يجب أن يكون قد خضع في سنة القيد في العام الذي تم القبول فيه إلى المقابلات الشفهية، إلى المسابقات الشفهية، أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لكي يحق له العودة إلى معهد إعداد المدرسين، وهي زاوية كثير مهمة. وبنهاية لقائنا أنا لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل للمربي الأول السيد وزير التربية على الاهتمام الكبير وله اليد البيضاء في افتتاح معهد إعداد المدرسين، وشكري موصول للسيد الأستاذ جميل طويل مدير الإعداد والتدريب والتهيئة وزارة التربية التربوي الميداني الأول، أيضا السيد مدير تربية اللاذقين الأستاذ عمران أبو خليل الذي لا يدخر جهد في تطوير العملية التربوية في محافظة اللاذقية، والشكر موصول أيضا لكافة الزملاء في الميدان التربوي في مديرية تربية اللاذقية. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لحضرتك وبالتوفيق أكيد بكل الاختصاصات وللمعهد بشكل عام. الأستاذ محمد صقور مدير معهد إعداد المدرسين في اللاذقية، سعد صباحك. شكرا سعد صباحك. شكرا لوجودك ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم تقوموا فيه. أهلا وسهلا.